صفة الوضوء. إن زلامس يتر. ينوي بقلبي. دحر دك ثاني نية تطوع. يسمي يقول بسم الله. بسم الله قلتوا مات ثاني. ثم يستحب له أن يغسل الكفين. يغ غول عدو سنة دوش شيء كيستيلر. يأخذ ماء بيده اليمنى. يدع أتو أقول كيوج ثاني خي حقيتي. يدخل الماء في فيه. يا شيء بقخ دغتو. ويسحب الماء بمنخره. يغ شيء شن شيء مر ثاني خي تشوسو. يدير الماء في فيه. شيء بقش وعخي مه تغدو عقي. ثم يمج الماء. يخي واحد عقي يخشي مرت أم بتو. مع الاستنثار. خي مرت أم بتو تشور خي أرد وقتو. ثم يغسل الوجه. يخا شيء يحيل تو. من منبت الشعر المعتاد الأسفل الذقن ومن هنا إلى شحمة الأذن مش دعيولوش ميتيرج إنك تقاش شلته يخ تحلقت إيرة ووقلك تقاش شلته إذا يحلور شو إشادة قلت مصوخي قوتشت تو. ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. يخا شيء بألكش دون صحة قول تقاش شلته كيك دول تو. حتى يستوعب المرفقين. يقول شلات يزعون اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يخا وي ما الله رأيتو أور حلغي وقته يغا أرو أور كيكدلتو ثم بعد هذا يمسح الرأس ولا يغسل يخا كيك شي تأدين دول بألكش ثاني كوارت بيلا تبيلش كيك حقتو يبدأ بمقدمة الرأس حجد عدولش كوارت عبولش مهتيرة إلى قفاه يوخ تيار زطيلة كيولش مش شق يولش مهتي قرشلت حقتو ثم يعود مرة أخرى يوخ يغني حقتو يدخل سباحتي يوخ شي بألغة وكزاتين شي بألغة في صماخي أذني شلتون تاني شلق دولتو ويمسح بالإبهام ظاهرهما يوخ نان بألغة تاني اشتيع لركشان تيع حقتو ثم يغسل الرجل اليمنى تولت أحا أهتو قاك بيلو اللائز مع الكعبين تسيوك الشيكلت كيوك يوغ شعونتك اليمنى ثم اليسرى يوغ تولت أحا أهتو قاك بيلان جولت أحا أرو أر قاك بيلو اللائز لا يسرف في استخدام الماء يوغا إسراف تدوك إران خيئة دويتوا ثم بعدما ينتهي يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يوغ شعلا مسئة نوال جولت أحا بايمار يقردي أن دول دعا ديوشتوا والله أعلم.